شيء بدأ في الدقيقة 67 من مباراة شبيبة القبائل اتحاد عنابة يوم الخميس 17 ماي من سنة 2000. توزيعة من موسون باتجاه حسين قسم، ارتقاء وضربة رأسية فاصطدام مع المدافع سلاتني. الكرة تسكن الشباك وحسين قسم يفقد وعيه ساقطا على أرضية الميدان. وأي ميدان؟ قسم ينقل إلى المستشفى تيزي وزو أين أجريت له عملية جراحية قبل تحويله إلى مستشفى أي تي دير بالعاصمة. الإصابة كانت خطيرة، مسيرو شبيبة القبائل قاموا بواجبهم وتم نقل اللاعب إلى أحد أكبر المستشفيات في فرنسا. القلوب بقيت معلقة والعقول مشدودة إلى آخر الأخبار الواردة من باريس حتى سقط الخبر يوم الأحد. حسين قسمي 25 ربيعا يلتحق بالرفيق الأعلى. صور إصابته ونبأ وفاته هز الشارع الجزائري في كل مكان. الكل تأثر لما شاهد والكل تابع أخباره. ابن الحي الشعبي لبلدية الكاليتوس ودع العالم الذي كان يحلم فيه بعطاء أكبر وأهداف أكثر كان يسجلها برأسه. الرأس التي أصيبت بصدمة لم يفق بعدها ولم يعي بأنه سجل بها هدفا آخرا وأخيرا. صور إصابته ونبأ وفاته أبكى الوالدة والإخوة، الأصدقاء والرفقاء، من عرفوه ومن لم يعرفوه. أسرة الكرة الجزائرية افتقدت لاعبا تعلقت به العقول والقلوب منذ إصابته أكثر مما تعلقت به قلوب وعقول أنصار الشبيبة عندما سجل الأهداف. حسين قسمي بدأ ممارسة هوايته في فريق الكاليتوس ثم الحراش فالمشرية وبعدها المولودية، وانتهى كل شيء في شبيبة القبائل. فاز بلقب البطولة مع المولودية العام الماضي واحتضنته شبيبة القبائل هذا الموسم، فأراد أن يرد لها الجميل. سجل لها 6 أهداف في البطولة و3 في منافسة الكاس أغلبها بالرأس. كان يحلم بحمل الألوان الوطنية وذهب دون أن يحصل له الشرف. في آخر تصريح له لوسائل الإعلام قال حسين بأنه لن يفكر في مغادرة الشبيبة التي احتضنته بصدر رحب، ولكنه غادرها بدون إرادته، غادرها مسجلا هدفا لن ينسى أبدا. صانع أفراح الشبيبة ذهب وترك صورا تبقى خالدة. ذهب ولم يحقق كل أحلامه وآماله، وذهب وترك الكل يتحدث عن خصاله وأخلاقه ورأسياته وأهدافه. الرأس الذهبية لم تصمد لوقع الصدمة، صدمة أصابت رأس قسمي فأودت بحياته وتركت صدمة أخرى لأسرة الشبيبة والكرة الجزائرية. اليوم لن نقول بأن حسين قسمي مات لأن رأسه اصطدمت بإسمنت ملعب تيزي وزو لأن أجله حان، ولكننا نقول بأن حسين وأمثاله من الشبان يستحقون اللعب في ظروف أحسن وأكثر أمنا ونحن على عتبة القرن 21. وداعا يا قسمي، ستبقى في قلوبنا جميعا. يا حسرة عليك يا الدنيا، فيك حكاية وحكايات، ساميني وقعدي حدايا واحكيهم لي بدابا. علاش هكدا حقدة وسمية ضلي تبدلي في الصيفات، تعذبي فيا غير بشوية عيد مع دابك بركات. عبيبي ولا معايا جاوبيني على شهاد سكات، قالوا لي عليك مسرحية انا المسرح سكني في الدار. التذكيرة خلصتها غالية ديت معايا شي وردات، دخلت للقاعة سفقوا عليك طلع السيطار والضوء فات،
لقيت روحي في تمثيلية والديكور خوف ودموع طمعتيني وضربتي عليا عندي جدي بس حنان يا حسرة عليا فيك حكاية وحكاية سميني وقعدي حكاية واحكيهم اللي في دمان على شاكرة حقدة وسمية ضليت بدلي بالسيف تعذبي فيا غير بشوية عيد معنا الباب مستشفيات حقنة الدم والأمل الحياة تبقى مستمرة. هذه الباقة جاءتنا من تلامذة إكمالية باب علي ترحما على روح الفقيد حسين قاسمي. حسين قاسمي الذي بث برنامج اليوم ترحما عليه ألف رحمة على حسين قاسمي الذي سينقل جثمانه غدا ويصل على الساعة الواحدة زوالا إلى مطار هوارب مدين. جنازة الفقيد ستكون بمقر سكناه ببلدية الكاليتوس ابتداء من الساعة الثانية زوالا. تغمد الله روح الفقيد برحمته الواسعة إن لله وإليه راجعون. وهذه تحية إلى روح الفقيد حسين قاسمي.